اصحى يا غاوي، اخواته وحبايب قلبي في كل مكان، ارقى مسا عليكم. انا النهارده جاي لكم بمعلومات جميله جدا واتطلبت مني وجالي عنها اسئله كتير. يا مملكه احنا عندنا كتاكيت وبتموت. انا عندي شويه كتاكيت طلعوا عندي، اشتريت كتاكيت كله. فانا اهم شيء يا جماعه في الصيف لازم تكون الحراره مش عاليه عند الكتاكيت، يعني الوقت الكتاكيت مش بتنهج اهي. ماشي، الكتاكيت دي من حوالي اسبوع كانت كلها بتلحلح، الكتاكيت دي كانت كلها بتنهج هبطانه مش قادره تقف في الشبوك كده. عملت انا ايه؟ شوفوا الشمو اهو، فراخ شمو اهي. طبعا لسه ده منتج حاليا، ده قشامه يا جماعه مش شامه. ماشي، يعني بيبقى تلتين كده. جبت انا مكيفات، ده مكيف وده التاني، ده دول مكيفات صحراوي بيتوصل لهم ميه كده وبيشتغل وبيبردوا المكان، فالمكان بقى حلو ورطب. المكان بقى حلو ورطب، يعني انا عندي درجه الحراره بره 44، الوقت انا عندي هنا ممكن 38 ولا حاجه، 38 ممكن هنا. ليه؟ المكيفات ظبطت لي المكان. ماشي، طيب اكتر من مره قلت لكم لازم اول 3 ايام بنحضن الكتاكيت بتاعتنا اول ما بتطلع من البيضه، ماشي، حديثه الفأس لسه، على عسل اسود 3 ايام، واليوم الرابع والخامس بندي لهم فيتامين، وبعد كده بتحصنهم بتطعيمه بي 1، تحصينه او تطعيمه اسمها بي 1. هل انت بتمشي على الحاجات دي ولا شغال بطريقه عشوائيه؟ طيب انا مملكه الامور عندي مش مستاهله، انا كل اللي عندي 7 كتاكيت 8 كتاكيت وبيموت، يبقى لازم تشتغل بالاعشاب الطبيعيه اللي هو الكركم، الجنزبيل، الحاجات دي تكون على العلف، الخميره ده كويسه. ماشي، حبة البركة برضك حلوة، بس ننصح حبة البركة للفراخ الكبيرة، مع ان هي فيها فوايد عديدة برضك للكتاكيت، بس لا علشان ما كلفكش او اغرمك، لان هم مش مستاهلين زي ما انت قلت لهم عددهم قليل. طيب اهم حاجة التهوية، لو كتكوت واحد زي 100، يعني تحط كتكوت واحد في الشمس اكنك حاطط 100 في الشمس، هو الكتكوت بمفرده. ايوه، لو احنا المكان مسحوم ماشي، بنبدأ نخف الاماكن، يعني عند الاماكن مسحومة بنخف الاماكن، انا معاه، بس قصد كلام اللي بيربي كتكوت زي اللي بيربي 100 كتكوت، اللي بيربي 100 كتكوت اكون زي اللي بيربي 1000 كتكوت، كلنا سواسيين. بنقشط العلف كده زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما بيخلصوا اكل بنشيل العلف. ماشي، البط برضو تقدر تربي البط عادي اهو، الفراخ الهندي، الفراخ الحجازي، الفراخ البلدي، الفراخ البيضة، الكتاكيت البيضة، يعني الدجاج الابيض او اللاحم، الشام والشبابات اهي. ماشي، فيعني المملكة التربية سهلة جدا ومش صعبة ومش متعبة، بس ناقصك مكيف او مروحة عند الطيور لو انت كنت في اي مكان وما عندكش مكيف، والمكان عندك يعني مش حر زيادة عن اللزوم زي السعودية، ممكن انت في مصر، مع ان جو مصر صعب جدا انا عارف، ولكن معظم الناس مش عندها مكيفات، فانا بسهل عليك الامور. طيب تنصحنا يا مملكة، عشان اختم معاكم الحلقة بتاعت النهاردة، تنصحنا التربية في الشبك ولا على الارض؟ لو هتقدر تقسم الارض في الصيف، لو هتقدر تقسم الأرضية مربعات كده وتربي كل نوع لحاله وكل عمر لوحده، يعني العمر أسبوع مع بعضه، العمر شهر مع بعضه، العمر 3 شهور مع بعضه، تمام، نزل الكتاكيت بتاعتك على الأرض ويكون المكان معقم ومفروش بالنشارة، ويكون في متابعة على طول وتنظيف عندهم على طول. مش هتقدر تعمل كده ولا هتبقى متحكم فيهم كويس، يبقى كل نوع وكل عمر لوحده، يعني ده نوع وده نوع وده نوع، كل نوع لحاله، ده عمر ده عمر ده عمر تاني، يعني العمر ده لوحده والنوع ده لوحده،
العمر ده لوحده والنوع ده لوحده، الشامو لوحده والنوع ده لوحده كده في الشبك. ليه؟ انا كده متحكم فيه، اول ما هفتح هقدر اتحكم في الطيور بتاعتي، اول ما افتح الطيور بتاعتي اقدر اتحكم فيها. طيب لو هم على الارض ومتسابين كله سلطه، كله متلخبط على بعضه، مش هقدر اطلع ده ولا اطلع ده، وهفضل اجري وراهم، هيجهدوني وهجهدهم يعني هتتعبهم، فمالوش لازم. فده حاجه جميله، تربيه كويسه منسقه مرتبه، بنحط الاكل والميه للطيور بتاعتنا، بيخلصوا اكل بنشيل الاكل، بنخلي الماء عندهم لان احنا في الصيف او في الشتاء بنخلي الميه وبس، وربنا يبارك للجميع. لو عندك استفسار عن حاجه، في حاجه معينه عاوز تتكلم فيها او عاوز تعرفها، اكتب لي في التعليقات وانا اعمل لك عنها حلقه باذن الله. برجاء تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمني بلايك يا غاوي، ارقى مسا عليكم يا غاويين المملكه.